أما بعد، فهذه بتوفيق الله ومعونته الحلقة العاشرة من حديثنا عن المرأة المسلمة. وكنا نتحدث في الأسبوع الماضي عن الحقوق المشتركة بين الزوجين، وقلنا إن ملاك هذا الأمر كله قول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وذكرنا عددا من الحقوق المشتركة بين الزوجين، منها عدم إفشاء الأسرار، ومنها التغاضي عن الأخطاء لا سيما غير المقصودة، ومنها التناصح والتعاون على البر والتقوى، ومنها الإعفاف. ومن طرائف ما ورد في موضوع الإعفاف أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جالسا ومعه كعب بن ثور، فجاءته امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، والله ما رأيت خيرا ولا أفضل من زوجي قط، يبيت ليله قائما ويمضي نهاره صائما. فاستغفر لها عمر وأثنى عليها خيرا، وانصرفت المرأة. فقال كعب: يا أمير المؤمنين، هلا أعديت هذه المرأة على زوجها؟ فقد بالغت لك في الشكوى، يعني هلا أعطيتها حقها فإنها تشتكي زوجها. عمر لم يفطن لهذا الأمر، ظنها أنها تثني عليه، ولكنها في الحقيقة تشكوه لعمر بأنه لا يقربها أبدا، فهو صائم قائم. فقال وقد نادى المرأة، قال لكعب: اقضي بينهما، فإنك قد فهمت من أمرها ما لم أفهم. فقال كعب: فإني أرى أنها امرأة لها ثلاث ضرائر، يعني زوجها تزوج عليها ثلاثا غيرها. فإذا كانت المرأة لها ثلاث ضرائر، فمن باب القسم الذي فرضه الشرع ونص عليه الفقهاء لكل واحدة منهن ليلة، فهي لها ليلة في كل أربع ليال. فقال كعب: فإني أرى أنها امرأة لها ثلاث ضرائر، فأقضي لها بكل أربع ليال بليلة، وثلاث ليال يتعبد فيهن ربه سبحانه وتعالى. فقال عمر لكعب ابن ثور، قال: والله ما قضاؤك هذا، ما رأيك الأول بأعجب من رأيك الثاني، يعني قضاؤك هذا أعجب من فهمك لهذه القضية. اذهب، فقد جعلتك قاضيا على البصرة، فنعم القاضي أنت. واليوم أيها الأحباب ننتقل إلى حقوق المرأة الخاصة بها، والتي هي فريضة على الرجال للنساء. وأول هذه الفرائض التي فرضها الله للنساء هي المهر، الصداق، وهو ما يعطيه الرجل للمرأة من مال عندما يعقد على نكاحها. قال الله عز وجل: فآتوهن أجورهن فريضة. وقال عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فسماه الله نحلة وسماه فريضة، فريضة يعني فرضها الله للمرأة، ونحلة أي عطية، فهي تعبير عن رغبة الرجل في المرأة، ورمز لإعزازها وتكريمها. فقد كانوا في الجاهلية يتزوجون بطرق شتى، منها أنهم كانوا يتزوجون بدون مهر أصلا، فيقول الرجل للمرأة: أرثك وترثينني، يعني عند الموت، فيتزوجها بدون مهر إطلاقا. وكانوا من طرق تزويجهم أيضا الشغار، وهو ما حرمه الإسلام ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا زال يوجد في بعض البلدان
أو النواحي إلى الآن في زماننا، مع أن الإسلام حرمه ونهى عنه. والشغار هو نكاح المبادلة، يتبادل الرجلان امرأتين ويجعل كل واحد منهما تلك المرأة مهرا للثانية، يعني لا يدفعون مهورا أصلا، فيقول له أزوجك بنتي على أن تزوجني أختك، أو أزوجك أختي على أن تزوجني بنتك، وهكذا بنت مقابل بنت، أو أخت مقابل أخت، أو أخت مقابل بنت. وهذا محرم. أما إذا حصل عقدان منفصلان، أحدهما تزوج أخت الثاني بعقد ومهر خاص بها، ثم حصل أن تزوج أخوها بنت هذا الرجل بعقد ومهر خاص بها، فهذا جائز. ليس كل أنواع المبادلة محرمة. أما أن نجعل نكاح هذه مهرا لتلك ونكاح هذه مهرا لتلك، فهذا هو الذي نهى الإسلام عنه، وهذا ما يسمى بنكاح الشغار. ومن أنكحة الجاهلية أن الرجل كان إذا زوج أيما، يعني من لا زوج لها، انفرد بصداقها دونها، يعني يأخذ مهرها ولا يعطيها منه شيئا. وهذا أيضا حاصل في زماننا في كثير من العوائل، وهذا محرم أيضا. فهذا المهر عطية من الله سبحانه وتعالى، وفريضة منه جل جلاله للمرأة، لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يأخذ منه ولا هللة واحدة، لا أبوها ولا أخوها ولا ابنها ولا زوجها، بعد أن يعطيها. لا يجوز لأحد من الناس على الإطلاق أن يأخذ منه شيئا ولو يسيرا، إلا بإذن كامل منها ورضا حقيقي، رضا حقيقي ليس فيه نوع من الإكراه، وليس فيه نوع من الخجل، وليس فيه عواطف، إنما هو بمحض الإرادة. لذلك انتبه عمر رضي الله عنه لهذه القضية، فكتب إلى قضاته قائلا: إن النساء يعطين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أرادت أن ترجع فلها ذلك. يعني أحيانا المرأة تكون في حالة سرور مع زوجها، فيقول لها: هل تسامحينني بالمهر؟ فتقول: قد سامحتك. ثم بعد فترة من الزمن تتشاجر معه، أو تحزن منه، أو تغضب لقضية ما، فتتمنى أنها لو لم تسامحه، وربما صرحت بذلك فقالت له: أنا لم أسامحك حقيقة. فهذا مسلك ضيق يجب فيه الاحتياط. لذلك قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. طبن، انظر إلى، قال المفسرون: لم يقل الله عز وجل: فإن وهبنا لكم شيئا منه عن طيب نفس، ولكن قدم الطيب في أول الجملة، جعله أصلا في الجملة، فإن طبن لكم، لأن المقصود الأول أن تطيب نفسها وتسامح حقيقة بدون أي إكراه، لا مادي ولا معنوي. فإذا طابت نفس المرأة حقيقة وسامحت بجزء من هذا المهر، أو سامحت به كله، فهو حقها، تتصرف فيه كما تشاء. عند ذلك يجوز لمن أذنت له وسامحته وطابت نفسها له أن يأخذ هذا الحق منها، فيصير له هنيئا مريئا بنص القرآن. ولذلك قال العلماء: يستحب للمرأة أن تتنازل لزوجها ولو بجزء يسير جدا، يعني لو ريال واحد، ليكون هنيئا مريئا له، ليحصل هذه البركة التي نص الله عز وجل عليها بقوله: فكلوه هنيئا مريئا. لأن الله عندما يقول لك كلوه هنيئا مريئا، سيجعل فيه هناءة، ويجعل فيه بركة، ويجعل فيه خيرا. فقالوا من باب الاستحباب فقط أنها تسامح زوجها ولو بجزء يسير، ولو يسير جدا، ليحصل الرجل هذه الفضيلة بنص القرآن العظيم. ففي الإسلام يستحب ذكر الصداق في العقد، في صلب العقد
يستحب ذكر ما هو الصداق. يقول له زوجتك مثلا بنتي أو أختي أو كذا وكيلها، يقول له زوجتك فلانا على مهر قدره كذا. ويصح في الفقه فقهيا في شريعتنا يصح أن يكون هذا المهر معجلا، ويصح أن يكون مؤجلا، ويصح أن يكون جزء منه معجلا والجزء الآخر مؤجلا. هذا جائز لأنه حق للمرأة، مثل دين، دين على الرجل لهذه المرأة، فإما أن يدفعه مقدما وهو الأفضل، يستحب أن يدفع لها مهرها كاملا قبل البناء بها، يعني قبل الدخول وقبل العرس. فإن لم يكن يستطيع، يستطيع أن يجعله مؤجلا، يعني يدفعه فيما بعد، ولا يشترط أن يموت حتى يدفع لها أو تموت هي أو يحصل طلاق. فالمهر المؤجل كالمعجل تماما، فهو حق للمرأة يدفع لها في أي وقت، ولا ينتظر حتى يطلق أو حتى تموت أو حتى يموت هو فيدفع لها، لا، ولكن عندما يجد أن الأمور ميسرة معه يعطيها إياه وتسامحه ويسامحها وينتهي هذا الأمر، ويبقى الزواج مستمرا ببركة الله عز وجل. ولكن كثير من العوام يظنون أن المهر معلق، يعني المؤجل خاصة، يظنون أنه معلق بالطلاق أو الموت، وهذا خطأ، فهو دين على الرجل للمرأة. إذن يستحب تسمية المهر في العقد ولا يجب. والدليل على أنه لا يجب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا فقال له هل ترضى أن أزوجك من فلانة؟ قال نعم يا رسول الله. فقال للمرأة هل ترضين أن أزوجك من فلان؟ قالت نعم يا رسول الله. فزوجهما ولم يذكر لها مهرا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، زوجها ولم يذكر لها مهرا. وبعد فترة من الزمن حصل هذا الرجل الكريم على حصة في خيبر، سهم من أراضي خيبر أعطاه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قبل أن يموت للناس وأشهدهم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم زوجني من هذه المرأة ولم يفرض لها صداقا، وإني جعلت سهمي بخيبر صداقا لها، وأشهد الناس على ذلك. فلما مات باعت المرأة سهمها فبلغ 100,000، لعله 100,000 درهم، بلغ 100,000 فاستمتعت به بقية حياتها. إذن هذا العقد الذي أجراه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على عدم وجوب تسمية المهر في العقد. فإذا زوج أحد بنته أو أخته أو يعني موكلته بدون أن يذكر مهرا ولم يتفقوا على شيء، فعندئذ يجب لها مهر أمثالها. يعني إذا قال له زوجتك أختي مثلا على مهر، أو بنتي على مهر لم يذكر مهرا، قال زوجتك بنتي فقال قبلت زواجها وكان هناك شهود وصار العقد حقيقيا، هنا لم يفرض لها، فماذا نعطيها؟ نعطيها مهر أمثالها. ننظر إلى مثيلاتها من النساء، مثيلاتها في السن وفي الحالة الاجتماعية وكذا وكذا، يعني ما جرى به العرف في تلك البيئة وفي تلك الأسر التي تزوج الرجل منهن. ننظر ماذا يأخذ مثيلاتها، مثلا يأخذن 5,000 10,000 فيكون هذا هو المهر الذي يفرض لها شرعا. وقد تزوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، يعني وجده عليه آثار الطيب وما يفعله العروس في ليلة عرسه، قال مهيم يعني ماذا فعلت؟ قال تزوجت يا رسول الله. قال على كم؟ قال على وزن نواة من ذهب. نواة التمر، مقدار نواة التمر من ذهب وزنها. فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك، أولم ولو بشاه. أولم ولو بشاه يعني اصنع وليمة وادع الناس إليها ولو على شاة واحدة. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي
وقد كانت أسيرة، فجعل عتقها صداقها، يعني أعتقها وجعل هذا العتق هو المهر الذي أعطاه إياها وتزوجها مقابل هذا العتق. فإذا المهر يكون هكذا. وأما مهر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن أذكر لكم هذا أذكر لكم قصة الواهبة نفسها. الواهبة نفسها امرأة وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما فرض الله له في القرآن وأباحه له، إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا حكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فرضه الله له. المهم أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يرضى النبي أن يتزوجها، فقال أحد الصحابة: يا رسول الله زوجنيها. فقال: ماذا معك؟ يعني ماذا تعطيها مهرا؟ فقال: يا رسول الله أعطيها إزاري، ليس عنده شيء، فقير. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أعطيتها إزارك لم يبقى لك ما تلبسه. انظر إلى هذا الفقر الشديد، لم يبقى لك ما تلبسه، اذهب والتمس ولو خاتما من حديد. فذهب الرجل يلتمس فلم يجد شيئا، فعاد صفر اليدين، فقال له صلى الله عليه وسلم: أمعك شيء من القرآن؟ قال: نعم، معي سورة كذا وسورة كذا، يعني يحفظها غيبا. فقال صلى الله عليه وسلم: زوجتكها على ما معك من القرآن. مهر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم سئلت عائشة عنه فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصدق أزواجه 12 أوقية ونش. قالت للسائل: أتدري من نش؟ قال: لا. قالت: نصف أوقية، يعني 12 أوقية ونصف، والأوقية 40 درهما. فإذا ضربت 12 ونصفا في 40 كان الحاصل 500. قالت عائشة: فهذه 500 درهم. الدرهم لا يكون إلا من الفضة، 500 درهم، والدرهم 3 غرامات وعشر لغرام. فإذا ضربت 500 في 3.1 بالعشرة كان الناتج 1550 غراما، يعني 1.5 كيلو من الفضة. 1.5 كيلو من الفضة، هذا كان المهر الذي يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، وكان يزوج بناته على هذا المهر أيضا. لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: والقصد في المهر أحب إلينا. القصد في المهر يعني عدم المغالاة في المهور أحب إلينا. قال الشافعي أيضا: وأستحب ألا يزيد في المهر على ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وبناته. أما الذين يغالون في المهور ويرفعونها إلى الأرقام الفلكية كما يقولون، أرقام خيالية ترهق كاهل الشاب وتجعله يائسا من النكاح، يفكر فيحسب فيرى أنه إن استمر على وضعه الحالي بالراتب الذي يأخذه وبالوضع الذي هو عليه يرى أنه يموت قبل أن يتزوج. فيحصل عدة أمور: إما أن يرتكب الحرام والعياذ بالله، وإما أن يصبر على مضض ويعاني من الجهاد، جهاد النفس والشيطان، وإما أن ييسر الله له. وإذا لم ييسر الله له فإنه يعاني كثيرا. لذلك اتفق العقلاء في كل البلدان الإسلامية بعد أن رأوا بأعينهم ولمسوا بأيديهم ما يسببه المغالاة في المهور من مشاكل اجتماعية كبيرة، وخاصة على البنات. البنات أنفسهن عندما تغالى في المهور وعندما تكثر الطلبات قصور وسيارات وخدم ومهور كبيرة ترهق كاهل الشباب ولا يستطيعون أداءها، فالشاب يعرض عن الزواج
ويتركه ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أول من يتضرر البنت، فالبنت تكبر وتكسد في وجه أهلها ولا تتزوج، وربما تعرضت للفتنة، وربما تعرض الولد أو الشاب للفتنة أيضا، ويحصل خلل اجتماعي. فإذا حصل الزواج بعد كبر السن، كثير من هذا الزواج يكون فاشلا، لأن المرأة تكون قد صار عندها تصورات كثيرة، يعني كما يقولون تبرمجت على وضع معين، فيصعب أن تغير. بينما إذا تزوجت صغيرة فإن الرجل يتأقلم معها وتتأقلم معه، ويربيها وتربيه، وتفهم طباعه ويفهم طباعها، ويمشيان معا في مسيرة حياة مباركة. أما إذا تزوج كبيرة في السن فيصعب عليه أن يغير من طباعها، ويصعب عليه هي أن تتقبل منه، لأنها كبرت وصارت ذات شخصية منفردة كبيرة في السن. هذا كله سبب مشاكل اجتماعية أدت إلى عقلاء العالم الإسلامي أن يدعو دعوة صريحة وعالية بين الناس ألا يغالوا في المهور. فالمغالاة في المهر وإن كانت جائزة في الأصل شرعا، وإن كان الشرع لم يحدد مهرا معينا ولم يفرض على الناس مقدارا محددا، ولكن قواعد الشريعة وما فرض الله من أجله النكاح وما أباحه من أجله، كل هذا يدل على المصالح. فالإسلام يدور كله، كل الشريعة الإسلامية تدور على حفظ خمسة مصالح أو خمس مصالح. المصلحة الرئيسية هي الدين، ويأتي بعدها بعد الدين الحياة والعقل. ومن هذه المصالح العرض، الحفاظ على العرض في الإسلام أحد خمس مصالح. كل الشريعة تدور على الحفاظ على هذه المصالح الخمسة. فالعرض الحفاظ عليه أمر ضروري جدا. فالمغالاة في المهور وإتعاب الشباب في التفكير في هذا النكاح يؤدي إلى عدم الحفاظ على الأعراض، ويؤدي إلى تعريض الشباب للمشكلات النفسية والاجتماعية والدينية. الدينية نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. إذا تزوج الإنسان امرأة صالحة فقد ملك نصف دينه. فالذين يعسرون أمر النكاح والزواج فإنهم يسببون ضياع كثير من أديان هؤلاء الشباب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك قالوا أيسر أو أقل الصداق، أقل الصداق أيسره، أيسره يعني يكون فيه يسر وبركة ويكون فيه خير للزواج، وتكون الأسرة بإذن الله تبارك وتعالى تحيا حياة سعيدة إذا بدأت بدون تعقيد. ولذلك أيها الأحباب أذكركم الآن بمناسبة هذا الحديث أن إخوانكم من المشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج قد أحضروا صناديقهم، وهو مشروع طيب، مشروع خير، فيه مساعدة لكل شاب يريد أن يتزوج وعنده يعني ضعف في المقدرة المادية، فإنهم يساعدونه ماديا بجزء حسب إمكانياتهم المادية، يساعدونه بجزء في الأثاث، أثاث البيت، أو بمقدار من المبلغ النقدي يساعدونه لعله يستطيع أن ينشئ أسرة مسلمة. وقد ساعدوا في العام الماضي 1000 شاب على الزواج، وهذا رقم جيد جدا. ساعدوا 1000 شاب، يعني استطاعوا بفضل الله عز وجل أن يساعدوا على إنشاء 1000 أسرة مسلمة، وأن يقوا المجتمع شر 1000 مشكلة يمكن كانت أن تحصل. فإذا استطعتم أن تساعدوا هذا المشروع وتنوون به إرضاء الله سبحانه وتعالى وكف المشكلات عن هؤلاء الشباب وهؤلاء الفتيات، فإني أراه من الصدقات الجارية التي يكون يعني أجرها مستمرا في ميزان حسناتكم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.